الدولة طبعا وزارة الصحة والخزانة الخزانة عندك المالية والمالية ماشي نقطة بقى ثانية في المنتدى هي طالما خدمية هيبقى الخزانة العامة وزي ما تكلفتها هي الرجوع لا أكثر الحاجة الثانية العيب الخطير في الحقيقة ظهر في نسخة 2012 موجود في نفس النسخة دي وموجود في النسخة في النسختين اللي بعد كده في دي لا في دي في دي ايوه هو النسختين اللي بعد كده هي دي اللي هي 28 يناير واللي قبلها 17 فبراير 17 يناير 17 يناير العلم المرتب كطالبة المدارس لثلاث ارباع في المية تأمين صحي اخر كلمة بقولها تأمين صحي اجتماعي شامل يعني التأمين على جميع الطلاب والمواليد من سن صفر ل 18 سنة على حساب الخزانة كما هو حاليا وحاليا في مساهمة رمزية والسجاير بتشيل كتير يعني في الاخر ضرائب يعني في الاخر من الخزانه والضريبه المخصصه اللي تتفرج من التامين الصحي واللي قالك في القانون الجديد شكرا.